أخي، لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمن. معكم الأستاذ جرار بلال، أستاذ مادة علوم الطبيعة والحياة للطور الثانوي، وسأكون مرافقكم في هذه المادة المهمة من خلال تغطية كل المعارف، المواضيع والتمارين، وخاصة التركيز على المنهجية للتمكن كل التمكن من طريقة الإجابة، وإن شاء الله تكون العلامات لماذا العلامات الكاملة. والحمد لله، منصة دروسكم توفر كل الظروف لتحصيل دراسي بكفاءة وبامتياز، من خلال حصص مباشرة وحصص مسجلة ودورات مكثفة في الفروض والاختبارات. وفي الأخير أنتظركم على المنصة. سلام.